أكشن. بتبدأ الحكاية بحرب بين مصاصين الدماء والمستذئبين، وبعد كده بنشوف فيكتور، وده بيبقى قائد مصاصين الدماء، وبيبقى نازل عشان يقتل واد صغير عشان هم عارفين ان هو في حتة كده ايه بشرية ومستذئبة كده، فاهم؟ ففيكتور بينزل بيبص على الولد بيلاقيه بيعيط، فبيحس ان الواد سالك فبيخليه يعيش. بيعدي كام سنة والواد بيكبر، وفي نفس الوقت برضه قوته بتزيد معاه، وبيبقى عنده ميزة مش عند اي مستذئب، ان هو بيقدر يتحول لديب في وقت اسرع من المستذئبين العاديين. فيكتور راح جاي باصص له كده قال له لما ما قتلتكش يا اسطى كان عندي حق، ولكن ما وراء هذه النظره وهذه الجمله ان هو عايز يعمل سلاله من المستذئبين عشان يعينهم جنود عنده بالنهار، لان هم فامبايرز بقى ما بيطلعوش عشان لو شافوا الشمس هيتحرقوا والكلام دوت، فاهم قصدي يعني؟ فالسلاله دي هتبقى جيش النهار، وفي نفس الوقت بيبقوا شغالين عندهم وبيحددوهم ان هم بيعملوا لهم اطواق عشان ما يهجمهمش ويقدروا ان هم يتحكموا فيهم. ودي سونيا بتبقى جايه من بره بالحصان وفي ثلاث ذئاب بيجروا وراها، وبيبقى في واحد على سور القصر بتاعهم بيضرب المستذئبين عشان يحميها. ففي الاخر هي بتدخل وبيدخل معاهم مستذئب بس بيكون ميت، ولما بتدخل مش بتشكر اللي انقذ حياتها، فبقول لها ملكه بت المفروض ان انت تقولي شكرا انت تنكا قوي كده ليه؟ فبنعرف بقى ان هي تنكا عشان هي بنت فيكتور اللي هو زعيم الليله دي كلها، فبتقول له ولا انت اصلا دي بلا انت كلب بلا انت، وبتسيبه وبتمشي. وبعد كده ابوها بيروح لها بيقول لها بت المفروض تقولي شكرا لولا بت مالكه بت فيها بت كده انت متربيه يعني يا بت انت فيها بت بابا با. قال لها طب بصي ما تخرجيش بره تاني بقى عشان انا ايه خلاص كده شكلي بوضع، وانت المفروض ان انت هتمسكي الدنيا من بعديه، فخلي بالك على حياتك يا بت الناس عشان ايه ناكلوا عيش بعد ما نموت وخلصانه مع السلامه. وبعد كده بنروح للمستذئبين وهم شغالين، وبيبقى عليهم فرض الحراسه اللي المفروض ان بيخليهم يشتغلوا، ولما بيشوف حد مش بيشتغل بيروح يديله، بس الواد دوت بيمسكه من ايده، وبنعرف ان الواد ده اسمه لوش، وفي نفس الوقت بيبقى هو الحارس الشخصي بتاع فيكتور القائد. وبعد كده بنشوف فيكتور وهو في اجتماع مع وزير الحرب، والوزير بيقول له ان احنا عايزين نطلع مستذئبين بعد الظهر يبقوا حوالين القصر من بره، ده غير ان في عبيد بشريين هيبقوا جايين القصر هنا عشان يشتغلوا، فعايزين المستذئبين المتحولين بتوعنا يحموهم من المستذئبين اللي بره والكلام دوت يعني وبتاع، فاهم؟ ففيكتور بيقول له هو لوسي فين؟ فالست اللي مع الوزير بتقول لفيكتور لوسي مين دلوقتي يا اسطى؟ ده احنا تهاجمنا الاسبوع اللي فات بس من المستذئبين اللي بره حوالي بتاع 7-8 مرات، هتقول لي لوسي؟ وبعد ما بتخلص كلامها فيكتور بيميل على الحارس اللي جنبه وبيقول له يا لوسي فين؟ وفي الاخر بنقفش لوسي وهي واقفه مع لوش في نفق تحت الارض، وبنعرف ان في بينهم حاجه وهي كانت بتشبشب له تقريبا عشان حاجه قبل كده، مش فاهم موضوع اتاري شخصي بقى لما دخلت من الباب ما علينا، وبتقول له لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك. قال لها بت احنا هنهرب اصلا وهنمشي، حتى بصي مفتاح التوقه هو انا صنعته اصلا. وبنفهم ان هما الاثنين اصلا مخنوقين من ايمان المكان وبيخططوا ان هما يهربوا من بدري. وفي نفس الوقت الحارس اللي بعته فيكتور عشان يدور على لوسي بيلاقيها واقفه مع لوش في الممر اللي تحت الارض، وبيبقى سامع كل الكلام اللي دار بينهم، بس هما بيبقوا مش عارفين ان هو موجود. وبعد كده بيرجع الحارس للقائد وبيكذب عليه وبيقول له ان هي في اوضتها، وهو بقى عمل كده ليه وربنا ما عرف، لسه هنعرف قدام. وبعدها بيكونوا بيستقبلوا العبيد البشر اللي جايين يشتغلوا في القصر، وبتروح سونيا مع الحراس عشان تجيبهم، وفي نفس الوقت بيسمعوا صوت ذئاب بره بتهجم عليهم، هي اسمها سونيا مش لوسي، ولوش قلبه بيخطفه على ثنيه حبيبته، فبيضرب واحد وبياخد الحصان وبيطلع جري عليها، ولما بيوصل هناك بيفك الطوق بتاعه وبيتحول لذئب وبيأمر كل الذئاب اللي حوالين ان هم يمشوا من هنا، وبيكون وصل فيكتور والناس اللي معاه وبيضربوه بسهم من الفضه، فبيرجع بشري تاني. وبعد كده فيكتور بيديله واحده كده بيقول له يا اسطى اوعى احسك انك تخالف القوانين تاني، واوعى تفك الطوق ده من رقبتك تاني، سامع على؟ وبنته بتقول لي يا بابا ده كان بينقذني مالك بتعمل فيه كده؟ لا طيب، راح جاي ماسكه حبسه ومسلسله وقعد يجلده بالفضه لحد ما الحق برقبتي. وطبعا سونيا في الاوضه سامعه الكلام ده كله وعمال ما هتعمل ايه فاهم، مش هينفع تقول اي حاجه ان في حاجه. وبعدها بيرموه في الحبس، وهو جوه في السجن بيتعرف على واحد، فالواحد ده بيقول له انت ديب يا اسطى فانت خطر زيك زي الناس اللي بره، فبيقول له لا انا عندي عقل بشري وبقدر افكر، بس الناس اللي بره دول حيوانات حرفيا. قال له يعني قال له انا ممكن اتحول عليك حيوان في اي وقت فكك مني. وبعد كده سونيا بتروح له على هناك وبتقول له يا ابو احمد الدنيا من غيرك سواد، هترجع امتى؟ قال لها بصي الولا اللي احنا كنا فاكرين ان احنا مش واخدين بالنا منه هو كان واخد باله مننا، فانت لازم تروحي له عشان معنى ان هو سكت وما قالش لابوكي، فمعنى كده ان هو عايز خدمه مننا، فروحي جيبي الحارس دوت سكه وعرفي هو عايز ايه ولازم تخرجيني من هنا. وبعد كده في ناس بتروح القصر لفيكتور وبتعرض عليه فضه كتير مقابل ان هو يحميهم من الذئاب. وبعد كده في واحد بيودي لهم الاكل على الحبس وكل المساجين بيتعاركوا على الاكل، فلوش مش بيبقى عاجبه الكلام دوت ويقعد يزعق فيهم ويقول لهم يا جدعان احنا مش ذئاب يا جدعان احنا عندنا عقل بشري وبنفكر، يعني زي تحريض على ثوره عمال كده فاهم. وبعد كده سونيا بتقفش الحارس اللي شافهم وتقول له يا اسطى انت شفتنا وانت عارف ان انت شفتنا وانت عارف ان انا عارفه ان احنا شفناك كلنا، فانت بقى ما قلتش لابويا ليه؟ انت عايز ايه ولا؟ فبيقول لها بصراحه انا عايز الكرسي بتاعك في مجلس الاداره. قالت له يا اسطى موافقه بس طلع لي الواد بتاعي من جوه. قال لها امين. وبعد كده سونيا بتروح له على الحبس وبتقول له الخطه هتمشي ازاي، وهتقول له بقى يقابلها امتى وازاي وفين وكل الكلام ده كله فاهم. وبعد كده بنروح على السجن وبنشوف المستذئبين بيمصوا دم البشر المستجدين عشان يحولوا لهم لذئاب زيهم وكده، وفي نفس الوقت دوت بيكون الحارس وصل للوش ورمى له المفتاح، فالراجل اللي كان بيتكلم مع لوش الاول بيقول له هم يا اسطى بيعملوا معانا كده ليه؟
بقول له يا اسطى دول بيحولوكوا عشان يستخدموكوا بعد كده جنود عشان يشغلوكوا الصبح وتحموه، بيستغلوكوا يعني فاهم. وبعدها بشويه بيجي واحد يمر على السجن فبيلاقي التوق بتاع لوش موجود بس لوش نفسه مش موجود، وبيفتح الزنزانة عشان يشوف لوش وبتاع، بس لوش بيكون اتحول ذئب ومسكه، يعني مش عايز اقول لك عمل فيه، وبيحرر الناس المحبوسين وبيبداوا يهربوا وبتاع. بس باقي الحراس بتلاحظ اللي بيحصل وبيبداوا يرموا عليهم الاسهم اللي بتموتهم، وفي ناس كتير بتموت منهم وبتاع. بس طبعا واحده المخرج عايز كده وهو لازم يكون عايز كده عشان المنتج صارف، فلوش طبعا بيهرب هو والناس اللي كان عليهم السبوت لايت في السجن جوه فاهم. وفيكتور بقى بيكون طالع عشان يبص عليهم، بس الشمس بتكون طلعت بقى ده فامباير فاهم، فهيسيح والجو ده عارف انت الفانتسي بقى ما علينا. وبيروح للحارس بتاعه وبيبقى شاكك فيه عشان هو الوحيد اللي معاه نسخه للمفتاح، فبقول له لا يابا تعالى طالما تشك فيا المفتاح بتاعك اهو، اتخذه على المخزن وبتاع له يا اسطى المفتاح اهو، خلاص انا ما اتكلمش معايا تاني بقى. وعلى الجانب الاخر لوش والهربانين كلهم بيكونوا فكوا التقل على رقبتهم، ولوش بيجمعهم وبيقول لهم يا جدعان قدامكم حلين، يا اما بقى تروحوا لحالكم وشوف اللي عايز يروح يروح واللي مش عايز يروح هينضم معايا، ونعمل كلنا الجيش ونحارب بقى مصاصين الدماء والدنيا تبقى فاهم كده يعني. فقالوا له امين ليه؟ لان المخرج عايز كده يعني، مالك فيه. وبعد كده بنشوف فيكتور وهو ماشي في الممر اللي في السجن، وبيشوف الفتحه اللي كان لوش بينزل منها يقابل سونيا، فبيبدا يشك ان في حاجه غلط بتحصل. وعلى الجانب الاخر كان لوشان اصلا راح للمستذئبين اللي هم عايشين بره وقدر يضمهم ويعمل معاهم فريق ويبقوا كلهم جيش واحد. وابو سونيا بيروح لسونيا ويقول لها بت انت مالك فيه كده، حاسس ان في حاجه غلط، تعرفي الولد اللي هرب ده؟ فقالت له والمصحف ابدا، لا طب وريني كده. فمصاصين الدماء فيهم حاجه كده الكاتب فاهم كان نرد، او زمان اللي هو اخترع الفامبايرز ده كان نرد شويه، فالمفروض ان هو قرا ذكرياتها وبتاع ده، راح جاي شايل بقه قال لها يا بت الكلب اوكش. ولوشا بيكون واقف مستني سونيا في المكان اللي اتفقوا عليه، فبيتفاجئ بواحده تانية غير سونيا، ودي برده بتبقى فامباير شغاله معاهم في القصر، فبتقول له يا اسطى فيكتور هرش الليله اللي بينكوا وبتاع، وانت لازم تنقذها بقى وتدور عليها وتجو الكلمتين دول فاهم. فبيسخن وبيقرر ان هو يروح القصر عشانها، وبيقول لزميله يا اسطى امسك انت الجيش لحد ما انا اروح واجي وبتاع. وفعلا لوش بيروح لها وبينقذها وبياخدها وبيهربوا، بس في واحد من الحراس بيبقى شاف الحوار فبيروح يقول لفيكتور يا اسطى البت هربت مع الواد يا اسطى. بس فيكتور مش بيبقى حاطط في باله، لان هو كده كده هو اللي مخطط لكل ده عشان عارف هم هيهربوا من انهي مكان، واول ما بيروحوا للحفره اللي هم هيهربوا منها بيولع فيها كلها، بس بيقدر بعد كده ان هو يطلع منها وبيعمل معاهم كلهم السليمه، بس في الاخر بيسيطروا عليه وبيمسكوه. فسونيا بتسخن وني بتروح تتعارك مع ابوها، تفتح عليه السلاح وبعد كده بتثبته بتقول له يا اسطى انت تفك الولا ناو حالا دلوقتي عشان اخده وامشي خلصانه. ولا بترفع السلاح على ابوك يا بنتي تقول له ارفعه لاي حد انا حامل يا اسطى والدنيا كده بص انا حامل منه فافكه. فطبعا الكلام ده مش بيجي مع فيكتور سكه وبتاع، لان هو مش عايز المستذئبين ومصاصين الدماء يتحدوا مع بعض بسبب المولود ده، فبيضربها وبيؤمر بحبسهم هما الاثنين ايه كده بقى، وبيدوا لوش واحده بالفضه في ظهره عشان ما يتحولش عليهم وهما بياخدوا سونيا منه. وبعد كده بيحكموا على سونيا بالاعدام، وبيجيبوا لوش يتفرج عليها عشان يتقهر وهي بتموت قدامه، وبعد كده بينفذوا حكم الاعدام عليها وبيحرقوها. ولوش بيبقى باصص على الكلام دوت وبيبقى بص خلاص هيموت. وبيجي الليل وبنشوف فيكتور وهو داخل على بنته وهو ميتة وبياخد السلسله بتاعتها، وفي نفس الوقت بيكون القمر مكتمل ولوش ابتدى ان هو يجمع قوته وبدا ان هو يتحول للمستذئب، وبيروح على فيكتور بيهجم عليه وبعد كده بياخد منه السلسله وبيقدر ان هو يهرب. ولما بيطلع بره بيقعد يزعق ويصرخ كديب وبتاع، فالجيش بتاعه بيسمعه فبيبداوا تلقائيا ان هم يجروا ويهجموا على القصر، وبتشتغل الحرب وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما فيكتور بيروح يستخبى في النفق اللي كان لوش بيهرب منه زمان، فلوش بيشوفه بيروح وراه وبيفضلوا ضرب في سسبنس وبتاع لحد ما لوش بيقتله. وبعد كده بيطلعوا بره وبنشوف ان المكان كله متدغدغ ومصاصين الدماء كلهم ماتوا، وبعد كده بيقف لوش على قمه القصر والناس بتبقى كلهم فرحانين وبتاع. ولكن التوستايه هنا ان احنا بنشوف فيكتور لسه ما ماتش وبيكون مع المساعد بتاعه جوه سفينه، وده معناه ان الحكايه لسه ما انتهتش. فده يا اسطى معناه ان انت كده تنزل زي الشاطر تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تستنى الجزء اللي جاي، ولو انت جديد في القناه هنا بقى فانت اتفرج على اللي فات بقى وهتتسحل هتتسحل. وبص الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس، اني الاثنين، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.